الآن خطيب مسجد جامع الشيخ زايد الكبير. جامع زايد الكبير في أبو ظبي. هذا المسجد له قيمة كبيرة لأنه ابنه موحد الإمارات. فضيلة الشيخ، الكثير يسأل يعني سر المكانة اللي يحظى بها وسيم يوسف الإمارات. هو شوف، وسيم يوسف نطق وضد الثورات العربية في وقت كل المشايخ والدعاة كانوا مع الثورات. أنا لما تكلمت ضد الثورات العربية، تكلمت في عام 2012 في مسجد صغير يرده الناس، كانوا على فكرة حتى المسجد الذي كنت أخطب به في دبي كان يمتلئ قبل خطبة الجمعة بساعتين، بس لأن وسيم يخطب فيه الحمد لله. فوقت لما جاء اجتمع الإخوان المسلمون في مصر أبان حكم مرسي وقالوا، وخرج كثير من الدعاة من الخليج، لا أريد أذكر اسمهم فلا أريد أن أربط بهم طبعا، خرج أحدهم قال لما فلتت أحوال سوريا من قبضة السياسيين، يعني يقصد الحكام لابد أن يتولاها العلماء، فهنا نعلن النفير العام. هذا الحدث لما سمعت هذه الكلمة يعني اشتعلت نارا. أنا أعلم مثلا أن الشيخ الذي كنت الظلامي هذا الذي كنت عنده أعلم أنه سافر درجة أولى على الخطوط، لا أريد أن أذكر اسمها، للقاهرة على درجة هو وأبنائه معهم فيرس وبزنس، فأعلم وأعلم. فجمعوا كل هذا على حساب الإخوان، جمعوهم وقالوا مؤتمر العلماء، وكلهم متردية ونطيحة وما أكل السبع، ما يوجد علماء، كلهم سرقة ولصوص وقطعون طرق ويسرقون المؤلفات. فلما اجتمعوا هم شوفوا عندهم، لماذا وسيم يوسف مستهدف؟ لأنه كسر صورتهم النمطية عند الناس. أنا كسرت صورتهم، أنا فتحت الباب على الناس لله الحمد، فكسرت صورتهم النمطية، فهم يريدون أن نبقى ننظر إليهم بعين التقديس في البرج العاجي، برج العاجي، وننظر إليهم بعين العلو أن هؤلاء رجال دين. فأنا لما كنت متوجه لصلاة الجمعة فكان في يوجد أرى اجتماع العلماء، أنا أعرف أنهم متردية ونطيحة، ولا هذا تخليه عالم؟ هذا الظلام تخليه عالم؟ هذا الذي يقتات من أموال التجار من الخليج ويأتي يغذي سمومه للناس خليه عالم؟ العريفي تخليه عالم؟ هزلت وبانه زال وحتى سامها كل مفلسي. إيش العلماء هذين؟ هؤلاء علماء الدولار، أنا أسميهم مشايخ الدولار. أعطهم مال يأتيك الآن أنت استدعي أي رجل فيهم، أول شيء يقول اتفق مع المكتب، هو ما يتصدر يقول اتفق مع المكتب، فأنت تتصل بالمكتب كم تعطون الشيخ. يعني أذكر كان محاضر لأحد الدعاء من دولة خليجية في عندنا في دبي، تواصلوا معه، لا أريد أن أذكر اسم الشركة، فقال شيخ السلام عليكم نريد محاضرة، أبشروا فالكم، كان يخرج عندنا قناة دبي، فالكم طيب وأنتم تأمرون وما أعرف إيه، هذا رقم المكتب تواصلوا معه. فاتصلوا مع المكتب، قالوا أي يوم؟ قال نريد مثلا يوم كذا. أنا مطلع على هذه الأمور ترى، أنا لا ينبئك مثل خبير كما أسلفت. فقالوا والله الشيخ ياخذ 20,000 درهم على الساعة، يعني ما يعادل 3,000 دولار. 3,000 دولار في الساعة. هنا. فقال له المنسق، قال كثير، قال لا يذهب لجمعيات خيرية، والله العظيم هذا الذي جرى. فرجعوا لي. فأنا يعني كان تعليقي قلت له بخ ربح بيعه في الدنيا، هذا كان تعليقي، يعني هذا اشترى الدنيا. طيب فسأتيك. فالمهم فأتى بمحاضرة، حتى لما يأتي المال يقول أعطى مدير المكتب حتى ما يصوروا كذا، فيعطي مدير المكتب 20,000 يأخذين ويرجع. شوف مشايخ دولار، لا تقنعني، هؤلاء رضعوا البترول وإن ذهبوا الخلاء يخرجون البترول، ما همهم لا وطن ولا دين ولا. المهم فأنا لما اتجهت ضدهم كسرت الصورة النمطية، كشفت أوراقهم، كشفت سرقاتهم الأدبية العلمية، يعني حتى أشهر كتاب بيع مثلا كتاب لا تحزن الذي تغنى به وترجم للفرنسية، هو كارينجي، حتى أنا قرأت الكتاب، الكتاب في أصله هو لا كان لمؤلفة خليجية وأعطته الكتاب، هي كيف تصنع من الليمون شرابا حلو، يعني صحيح. هي كانت مؤلفة من دولة خليجية، أعطت الكتاب لهذا الداعية، قالت له ممكن يعني تقوم ب يعني تقريض الكتاب وكذا، يعني قرأت كتابا. فماذا فعل؟ أخذ منها النسخ هكذا وذهب للمطبعة، أطبعوه باسمي. هذا رجل دين معروف،
عرفت؟ ولا أريد أن أذكر اسمه، كتابه معروف لا تحزن. فلما أخذ الكتاب رفعت تلك الفتاة المسكينة قضية عليه، فكسبت القضية، كسبت القضية ضد المحاكم، أثبتت أن هذا الكتاب لها بالدلائل وأنه هو سارق الكتاب. هل اعترف؟ هل اعتذر؟ لصوص. صحيح، تتعامل مع لصوص أنت. طيب. لصوص أموال، لصوص أدب. فشاهد أنا كسرت الصورة النمطية هذه في الإعلام، صرخت بوجوههم، أظهرت عوارهم لأبين للناس أن هؤلاء الذين أحرقوا أوطانكم ليسوا ملائكة، ما هم ملائكة. فهنا لابد من ردة فعل، أنت أتيت لعش الدبابير.